حبيت انك مثل ما يقول ونحن نقول ما حبيت انك تتفلسف، يعني حبيت تشتغل على المضمون وتجيب التوليفة الجاهزة والسريعة للفريق، صح؟ تعرف ان البطولة يعني تلعب في وقت وجيز، والمحترفين يلتحقون قبل البطولة باسبوع ولا باسبوعين بالكثير. اتخذنا قرار قلنا ناخذ شباب اللي يكونوا منسجمين، والحمد لله احنا عندنا كم محترف عندك الحين؟ الحين عندنا 5 محترفين، يعني من احسن المحترفين اللي موجودين في الدورة. وكيف قلت لك احنا لعبنا على هذه النقطة هذه اللي هي انسجام، وعشان نحصل توليفة تكون في المستوى. والحمد لله انت شفت في دور المجموعات ما شاء الله، يعني قدمنا مباريات في المستوى، وبالاخص المباراة الثانية اللي كنا فيها حاضرين وقدمنا مردود طيب الحمد لله. علي عبد العزيز كرة مع اكس كات دخل فيها صوب، يا سلام نص الفارق، فتح مساحة للتصويب، ما تنشاف هاجمة اكس كات لا يستسلم. التكافؤ والتقارب في المستويات في هذه الأدوار.